تشكيلة بقى من منتخب مصر تاريخيا تحب انت تلعب معاها؟ تحب منتخب تلعب مصر انهي جيل؟ تاريخيا. اي جيل، اختار جيل تلعب معاه زي ما هو. انا اختار الجيل اللي انا كنت فيه الجيل بصراحه، انت كنت فيه، من 2000 جيل كابتن مش حسن جيل شحاته. دافر غني وحسام حسن لا، يمكن وطاهر ابو لحقت زيد. شويه كابتن حسام حاتم في الاخر، لكن انا محظوظ ان انا كنت في الجيل اللي هو اللي خد الثلاث بطولات افريقيا ورا بعض، فاعتقد ان الجيل ده هو من وجهة نظري برضه من وجهه اعظم جيل جه في بالظبط. تاريخ الكرة بالظبط، المصرية. كان متكامل بشكل كبير جدا يعني. طب لو انت في الملعب وفي بنالتي هتوصلنا كاس عالم، وفي الملعب حسام حسن، محمد صلاح، مجدي عبد الغني، احمد حسن، هتاخد البنالتي وتروح تشوط؟ انا لا ليه؟ اخاف اضيعها، لان انا مش جامد قوي في البنات بصراحه، لكن لو هم موجودين لا اخليهم هم ما خاف يكونوا كابتن شوت. حسام. لا ده انا وانا برضه بحضر الاسئله لقيت اخدت بالي ان ماتش هولندا اللي شاط البنالتي كان كابتن مجدي مجدي، عبد الغني وحسام وكان حسن اللي جايب كان البنالتي موجود وسابه عادي، بالظبط. عادي، سابه عادي يروح. كان لسه صغير بتهيألي. طب فريق احلام مصري تشكيله فيها 11 واحد يوصلوا سيمي فاينل كاس عالم، مين هم ال 11؟ ممكن احط الحضري، احمد فتحي باك رايت، احط وائل جمعه، احط ابراهيم سعيد، احط سيد معوض باك ليفت، احط نص ملعب حسام غالي، حسني عبد ربه، احمد حسن، احط قدام صلاح وزيدان وحسام حسن. معظمهم لعبت معاهم، ما حطيتش اي حد من الجيل القديم حسام حسن. يعني بقى، بس ما حطيتش غير كابتن حسام يعني. طبعا. ودول ده هداف. انا شايف ان ده انا ممكن يوصل من سيمي وجهه فاينل. نظري ان الجيل ده اتظلم الصراحه انه ما لعبش كاس عالم. الجيل ده فعلا لو لعب كاس عالم بيتهيألي ان هو كان هيعمل ماتشات جامده جدا. اكيد طبعا. اعظم لعيب في تاريخ كاس العالم، اعظم لاعب في تاريخ بيليه، كاس العالم مارادونا، هو رونالدو، فينومينا، بيليه طبعا. بيليه. بيليه. شايف ان بيليه اعظم منتخب افريقي في التاريخ، اعظم منتخب افريقي في التاريخ، منتخب مصر اعظم منتخب افريقي في المونديال. في المونديال. يمكن انا كنت بحب كاميرون في المونديال، كانت بتقدم مباريات جيده، فبحب الكاميرون يعني. واعظم فريق عربي في المونديال، المغرب بيقدم مباريات كويسه، يمكن المونديال اللي فات، المونديال ده، فالمغرب. اوكي، اسئله بقى من نوع مختلف. لو جالك كره بتاعت مارادونا 86 وتقدر تحطها بايدك، تحطها؟ احطها. انت كنت ضد الفور. احطها. على الفور قصدي. احطها طبعا، احطها. اوكي، طب لو انت في الملعب وشفت سواريز وشال الكره بايده، الرياكشن بتاعك هيبقى عامل ازاي؟ لو انا معاه في فرقه مش هتكلم، لو انا في لو منافس انت معاه لا. بتلعب في غانا، لو انا بلعب في غانا لا طبعا، اقول لحكم ان جت في ايده يعني. الماتش بتاعهم خناقه. طبعا في طار ماتش غانا واوروجواي، طبعا. وفرقتين ممكن يصعدوا، والفريقين قويين. غانا عندهم منتخب قوي جدا، منتخب شاب واعد، فاتمنى غانا تصعد ان شاء الله. طب ماتراتزي وزيدان، او اتعامل معاك اللي اتعمل في زيدان من ماتراتزي، الرياكشن بتاعك هيبقى هتستناه بره ولا هتفوت ولا هتفوت عادي وهتعتبر الموضوع ما حصلش، ولا هتاخد نفس الرياكشن بتاع زيدان؟ لا، كنت هستنى بره بصراحه، ما كنتش هضربه في الملعب، بس كنت هكمل بس الماتش عشان ما يعني تخرجش. ماشي. هكمل الماتش عشان ما اخرجش، وهستناه بقى في الطرقه واحنا رايحين اوضه اللبس بقى. ده البينالتي بتاع باجيو، انت ممكن ما تبقاش اتفرجت على اللي ده، في بس السما دي، اللي في السما 94، باجيو من بعديها انعزل تماما، بعد عن الميديا، وتقدر تقول هو اعتزل الحياه بعد ما ضيع على ايطاليا كاس العالم ده. فاينل. لو انت مكان باجيو التعامل بتاعك كان عامل ازاي؟ لا، يبقى مختلف طبعا. لا عادي، ضربات الجزاء بتعتمد بنسبه كبيره جدا على الحظ، يعني انها فيها نسبه حظ اكبر منها في نسبه مهاره او دقه، لكن في النهايه اتعامل طبيعي يعني، وكوره وضاعت والحياه يعني تستمر يعني. ضيعت اي بينالتي مهم في الكارير أنا؟ بتاعك بتتضايق عليها، بتندم عليها؟ لا يعني، يمكن جات لنا وانا في الجونه ضربه جزاء في ماتش بيراميدز، ضيعتها، اتمنى ان انا اجيبها يعني، هي دي الحاجه اللي انا ندمان عليها. بس ما فيش اي حاجه مع الاهلي او مع لا 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 لا، ما كنتش بشوط مع الاهلي يعني، وبتريا كان مسيطر على كل حاجه بقى. كل ضربات الجزاء. جد شرفتني حبيبي عبدون، ربنا يخليك، دايما مبسوط وانا معاك حبيبي.